السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. والبداية كالمعتاد مع أبرز ما تم تداوله من فيديوهات حازت على اهتمامكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختلناها بعناية لعرضها ومناقشتها معكم. الشخصية القادمة هي موجودة على تويتر فقط، لكنها بطبيعة الحال غير معروفة. البعض يرى أنها وهمية يستخدمها الساسة لتنفيذ بعض الأجندات. المدعو أبو علي العسكري وصفته المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله في العراق، غرد تغريدة على تويتر اعتبرها ناشطون أنها يعني تمثل تهديد صريح للسلم الأهلي في العراق والإقليمي والدولي، لا سيما دعوته لإعادة انتشار الميليشيات في محافظة الأنبار غربي العراق دون سبب واضح أو أمر مستجد. هذا الأمر تم فعليا الشهر الماضي، فقد استعرض اللواء 55 أو حزب الله التابع لميليشيات الحشد الشعبي من ناحية جرف الصخر وتوجه إلى مدخل محافظة الأنبار، ثم انسحب بعد ضجة إعلامية كبيرة. خلط الأوراق بسبب الصراع السياسي على المناصب ومحاولة نقل الأزمة إلى داخل محافظة الأنبار وراءه غايات مريبة. يقول على الأخوة في الحشد والمقاومة المتواجدين في غرب العراق العمل على إعادة انتشارهم بما يتناسب مع حجم التهديدات الجديدة، ولا تذكروا دائما دماء شهدائكم وأخوتكم الذين سقطوا على هذه الأرض، وأن لا يسمحوا لسكان الفنادق بمحاولة إعادة العراق إلى المربع الأول. هذه التغريدة حملت بين طياتها جانب آخر من التصعيد على المستوى الإقليمي أيضا. نشاهد هنا أنه أشاد العسكري بهجمات ميليشيا الحوثي الأخيرة على المملكة العربية السعودية، واصفا إياها أنها بنكهة عراقية، في إشارة إلى حملة جمع الأموال التي نظمتها الميليشيا في العراق لدعم الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف دول الخليج. لنتابع هذه التغريدة، وهذه الأموال هي هدية من أبو علي العسكري من شباب العراق أو كما يقول إلى ميليشيا الحوثي في اليمن التي تمثل تهديد على اليمن وعلى المنطقة بأكملها. هذه الأموال وهذه تمثل دعم مباشر للإرهاب. تعليقات على هذا الموضوع، خصوصا أنه وسم أبو علي العسكري تصدر تويتر. المشهدان يقول الفلوس وراتب أبو علي كلها من خزينة الدولة، والدولة العراقية برئاسة الكاظمي مؤيدة هذا الشيء. أيضا عباس يقول رجال موظف عند الإجابة وينفذ أوامر من خارج الحدود، وما يهم العراق ولا يشتري فلس، عند المنصب هو العراق، إذا راحت مناصبهم راح العراق. زهراء تقول شو وقت ما العراق يطرد الذيول مال دول الجوار هنا راح يصير براسه خير. منتظر يقول أبو علي شخص وهمي يستخدمه الساسة كناطق عن نزعتهم الإرهابية، وفي الحقيقة يمارسون دور الديمقراطية والحريات ومعروفين جدا. هذا الموضوع مهم جدا وأكيد رح يأخذ حيز أكبر في الأيام القادمة. من مشهد الميليشيات التي أو إلى مشهد آخر تهيمن أو التي تهيمن على البلد إلى مشهد آخر استخدمت السلطة فيه والنفوذ والسلاح في العراق. فتح ضابط حكومي النار من مدقيته على آلية تابعة لأمانة بغداد في أثناء تنفيذها حملة لإزالة التجاوزات في منطقة الدورة جنوبي بغداد. وظهر في الفيديو عناصر القوات الحكومية وهي تصور المشهد ومكتفية بالمشاهدة دون أن تتدخل. في ذات السياق ولكن من البصرة هذه المرة، فقد اعتدى ضابط حكومي على أحد موظفي دائرة الكهرباء
عند تنفيذ عمله بإزالة التجاوزات عن إسلاك نقل الطاقة الكهربائية في حي الرسالة وسط المدينة، مدينة البصرة. حتى من نقول التجاوزات بس براس الفقير، طبقوها تصدق الحكومة. لا شنو؟ والله على شوي دبر امورك. طبعا من امن العقوبه اساء الادب، وهذا تصرف المفروض نموذج يحتذى به من احترام القانون. حسان يقول يحدث هذا في ظل ضعف سلطه القانون وغياب شبه تام لهيبه الدوله. أبو نور يقول خوش ضابط يحمي الوطن، رجل القانون الذي لا يحترم القانون يجب أن تكون عقوبته أشد من المواطن العادي. ناصر يقول ضابط وقاعد تجاوز لعد الله يعين اللي قوت يوم بيوم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. علي يقول بعد أن تفرجت الشرطة واكتفت بالتصوير سنقوم بتغيير اسم وزارة الداخلية إلى وزارة السينما، لأنهم يجدون التصوير أكثر من شيء وربما أكثر من زاوية. طيب في خبر آخر أيضا له صلة، أضحت القوات الحكومية مصدر قلق وخطر على المواطنين وأمنهم بدل من أن تكون هي من تحفظ الأمن، فقد أطلقت دورية عسكرية النار على صاحب معرض سيارات بسبب اصطفاف سيارة قرب ملعب المدينة في بغداد، حيث انتشر مقطع مصور يظهر عناصر الجيش الحكومي وهي تطلق النار وتعتدي بالضرب على صاحب معرض سيارات بسبب مخالفته على حد قوله. وانتقد العديد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي طريقة تعامل الجيش معهم، وأنه بالأصل هذه وظيفة أمانة بغداد والشرطة، فما دخل الجيش بهذا الأمر وهذا الموضوع. يعني نقول الحدود مفتوحة، إيران تقصف شلون ما تريد، لكن أنتم قادرين بس على هذا المواطن الفقير. تعليقات العراقيين على فيسبوك، يعني كيان يقول هذا واجبهم، هذا واجب أمانة بغداد، وفي حال عدم انصياعة لأوامر أمانة بغداد يتم تدخل الشرطة، ما أعتقد هذا الشيء من واجب الجيش. أحمد يقول أين كرامة الإنسان؟ أين حقوق الإنسان؟ أين كرامة الإنسان؟ من المسؤول؟ أعتقد بس ليش أعتقل بس ليش الضرب والسب والغلط؟ المخالف يحال القضاء بطريقة قانونية، وكلام منطقي جدا. حامد يقول تفرضون القانون مو على حساب كرامة الإنسان وأهانتهم بالشارع، عندكم شيء اعتقله بصورة رسمية وأكو جهات خاصة تعاقبه. ساجر يقول للأسف بعض الأجهزة الأمنية تتعامل مع المواطن وكأنها ميليشيات وليست قوة نظامية تلتزم بالقانون، وهذا بالتأكيد بسبب دمج بعض الميليشيات أو العناصر غير المهنية في عمل الأجهزة الأمنية. الخبر الأخير في الفيديوهات المتداولة، تعاني كل محافظات العراق من مشكلة تلوث كبير في المياه بسبب المياه الثقيلة، وفي محافظة ميسان المشكلة متفاقمة بسبب تصريف المياه الثقيلة إلى النهر بشكل مباشر، ما سبب ارتفاع نسبة التلوث بالأنهر وانتشار الأمراض بين المواطنين. وهنا أحد المواطنين يوثق عمليات تصريف المياه الثقيلة إلى النهر بشكل مباشر ويصرخ بسبب ما وقع عليهم من ضرر وأذى كبير. خلينا نشوف. أنا متأذينا من هذا المي، جسمنا انترى سحب، وهذا خاب تقولون هذا يكذب، ثقوا بالله ورسوله، أنا واحد من الناس انضربت برجليه زين، وهذا عمي وياي انترى سحب جسمه، والله الليل ما ينامه. يا إسلام يا عباد الله، هذا نقلته بسيطة، هذا ينتقل على الطيب، عطيب يروح
لان هذا من نام هو مو مؤذب بالمي بالشاب، ما يصير بالشاب هذا، يروح على المي على الطيب من يم الحوليه ويطلع من يم البازي خاله مال بيت مخيليف، بس يعبر الجسر يروح على الطيب، هذا النهر مال الطيب من هناك مال قابل للمعامل، يطلع قبل من للمشرح للهرب المشرح، حتى اصلا ما ينزل بالمي، هم يمشي له 10 كيلوات مدري 15 كيلو يا الله ينزل بالمي، وهاي عرض صحراء وتخيل الله وتخيل كم يوم عودين يا اهل الغيره. مع عدم وجود تخطيط الحكومة المركزية ولا حتى الحكومات المحلية لمعالجة أزمة التلوث بسبب المياه الثقيلة، لم يجد وجهاء محافظة ميسان سبيل إلا التهديد بالخروج بتظاهرة كبيرة وحاشدة احتجاجاً على تفشي الأمراض بسبب تلوث المياه وعدم وجود خطط حكومية لمعالجة ذلك، وهو أقل ما يمكن فعله لوقف هذا الأذى عن المواطنين وصحتهم. دكتور ريسان العفو فاضل عباس، انا ما اقرا شويه، فاضل ابو الجلديه، ابو الجلديه وحق الكفه زينه، بس لما انتم ما صورت وجهه ترى وجهه ما قدرت اصوره، الرجال اللي نشرته على الفيسبوك ما نشرت وجهه، لو شايفين وجهه وهسه انت ليش انشر له هسه اليوم انا وصلت هاي، شوف هسه هاي هاي تدري هاي وحده طقت هسه ها، وهاي وحده هاي وحده طقت شوفه، وحق الكفل زينب هذا شنو فايروس، انا كنت اداعي للناس ولو جايب تليفون بيه مصور ناس نسوان متاذيه عائلتي انا بالذات، الا تقولون تجيبوا مره انسانه موثوقه تثقون بها انتم مو احنا، وتدخل على نسوان تشوفها زين وين الطوجو هنا، يعني ابتلينا بلوه خب مو بلوه. شنو شغل الحكومات المحليه وشنو شغل المسؤولين؟ محمد يقول اكو نواب يمثلون المحافظه المفروض يشتغلون على هذا الشيء، ولو نواب محافظه ميسان ملتهين بالمناصب والحكومه لان كلهم مسيسين وتبعيه فما راح تحصل شيء منهم. علي يقول السبب الرئيسي هو رمي مياه الصرف الصحي في نهري دجله والفرات. ايضا يزن يقول هذا ما يحدث حينما تصدر الاحزاب اتباعها الجهله والفاسدين لقياده البلد. أبو حيدر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين والمفسدين، سوف تتضافر الجهود للخلاص من هذا الظلم والحيف الواقع على سكان هذه المناطق بسبب التلوث، تلوث المياه والقادم الأيام يثبت ذلك. من هذا التعليق كملت الفيديوهات المتداولة، نذهب إلى فاصل ونواصل حلقتنا. أهلا بكم من جديد. تتواصل حرب التصريحات بين أطراف العملية السياسية بعد أن بلغ الصراع على أشده على تشكيل الكتلة الأكبر قبيل جلسة السبت المرتقبة للتصويت على منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد نحو 5 أشهر على انتهاء الانتخابات. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين سلط الضوء على مفهوم المحاصصة الذي سبق مساعي تشكيل الحكومة المقبلة وأبعاد اختيار شخصيات متحزبة على المشهد في العراق في سياق المادة التالية. مضى نحو 5 أشهر على إعلان نتائج الانتخابات في العراق، والتناحر على السلطة ما زال على أشده بين الأحزاب الفاسدة في ظل إصرار تلك الأحزاب وأذرعها الميليشياوية على الظفر بالحصة الأكبر من الكعكة عملاً بنظام المحاصصة الذي وضع الاحتلال حجر أساسه منذ 2003. 19 عاماً خلت منذ الاحتلال الأمريكي للعراق والأحزاب لا زالت تتنافس على تدمير البلاد، فالمحاصصة التي أدت لتهميش وإقصاء الكفاءات والعقول الوطنية أنتجت في المقابل ميليشيات موالية للخارج ساهمت وتساهم في عدم الاستقرار ونشر الفوضى عبر استهداف البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية فضلاً عن دق إسفين الفرقة بين مكونات الشعب الواحد، حتى باتت ولادة كل حكومة أمراً عسيراً لا يجري بسلاسة دون لقاءات مكوكية برعاية الحرس الثوري وسفارة واشنطن في بغداد،
وهذا ما يفسر زيارات سليماني التي سبقت تشكيل الحكومات السابقة والزيارات الحالية لورثه بالإجرام إسماعيل قاآني. صعود التيار الصدري وخسارة الأحزاب الموالية لإيران المنضوية تحت لواء الإطار التنسيقي في الانتخابات الأخيرة عقد المشهد السياسي في ظل تعنت كلا الطرفين وإصراره على تشكيل الكتلة الأكبر للحفاظ على مكاسبه، حتى وصل الحال إلى استعراض السلاح في الشارع خلال المفاوضات بينهما. إذن هي نتيجة طبيعية لعرف المحاصصة الطائفية الذي أسس لتقسيم مناصب الرئاسات الثلاث بين الأحزاب التي تدعي زورا تمثيل المكونات بعيدا عن مفهوم التكنوقراط. تركة المحاصصة الثقيلة وعدم تولي الكفاءات الوطنية المستقلة انعكس سلبا على حياة المواطن الذي بات أكبر أمانيه تأمين رغيف الخبز وزيت الطعام، في ظل انهيار اقتصادي ينذر بتجدد ثورة تشرين التي كانت في مقدمة أهدافها القضاء على نظام المحاصصة جذريا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا وإلى فقرة بريد الوارد ورسالة كما وردتنا. نرجو منكم تحجون على كبار السن والمتقاعدين بالعراق، أي بشوفوهم ينذلون بطابور انتظار الراتب ما يكفي حاجتهم لأسبوعين، في حين توصل مرتبات غيرهم لدولهم بذريعة قانون الخدمة الجهادية. وإذا أكو قانون خدمة الجهادية فلازم ينطبق على كبار السن والمتقاعدين، مو على الزعاطيط اللي نولده برفحاء وهسه بالسويد. نتمنى فعلا أن توصل هذه المناشدة إلى من يهمه الأمر. فاصل ونواصل فقراتنا مشاهدينا. من جديد أهلا بكم إلى فقرة الهاشتاج. مقبرة حي الرفاعي بالموصل، تفاعل مغردون عراقيون على وسم مقبرة حي الرفاعي بالموصل، وذلك بعد اكتشاف مقبرة جماعية في حي الرفاعي بمدينة الموصل تضم رفات 145 جثة، حيث عدت هيئة علماء المسلمين في العراق في بيان لها هذه المقبرة دليل خطير على ارتكاب القوات الحكومية وقوات الاحتلال الأمريكي جرائم حرب في الموصل. في ضمن التغريدات حسين صالح يقول: الإبادة التي تعرضت لها مدينة الموصل لم تتعرض لها أي مدينة في العالم، سواء من داعش أو من الميليشيات أو من قوات التحالف، الجميع كان يقتل بغض النظر عن نوع الهدف الذي أمامه، طفل، امرأة، شيخ كبير. مجاهد الطائي يقول: أقصر الطرق وأسهلها للسلطات الرسمية في العراق هي اتهام الأبرياء الذين سقطوا في العمليات العسكرية والقصف العشوائي في الساحل الأيمن للموصل بالدواعش، أو التشكيك ببراءتهم لتضييع حقوقهم والقيام بما يلزم، بالرغم من وجود أطفال ونساء في المقبرة المكتشفة. زياد السنجر يقول: لدينا مئات المقابر الجماعية في العراق التي تضم رفات الآلاف من الأبرياء، يجب محاسبة من قتلهم، ويجب محاسبة من سوف قضيتهم، ويجب الاقتصاص ممن باع حقوقهم مقابل المناصب والكراسي. كل دماء العراقيين غالية، وليس الدماء مكون أو إثنية أو عرقية دون أخرى. رياض يقول: هذه المقبرة لم تكتشف، هي معروفة ومعلومة، وهناك الكثير منها في أكثر من مدينة في الموصل، لكن من المسؤول عن ارتكابها وطمطمتها؟ هذا تحت وسم مقبرة حي الرفاعي في الموصل. إذا المشاهدين فاصل ونواصل فقراتنا. أهلا بكم من جديد. وفاة أول وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت التي اعتبرت أن وفاة نصف مليون عراقي بسبب العقوبات الاقتصادية كان أمرا مستحقا، والرقم يفوق المليون بالتأكيد. We have heard that a half a million children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. Thank you.
كما يقال إن نفذت من محكمة الأرض فهناك محكمة في السماء سوف تقتص من كل ما عملت. جدل ومخاوف أمريكية بعد محادثة بين السعودية والصين لشراء النفط باليوان بدل الدولار. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. انتهت الحلقة ونلقاكم بإذن الله.